أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة نحو 24 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 2 تريليون و99 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 25 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.5 مليار جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنحو 1.14% ليبلغ مستوى 30709.5، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7072.4 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 92% ليبلغ مستوى 10135.1 نقطة. وللمزيد من المتابعة معنا الأستاذة ماجي سليم خبيرة أسواق المال. في البداية مرحبا بك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ارتفعت مؤشرات البورصه المصريه مدعومه بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربيه والاجنبيه، كيف تقيمي اداء البورصه المصريه اليوم؟ خلينا نقول ان النهارده المؤشرات الرئيسيه في الجلسه اللي قبل الاخيره لشهر اغسطس كان على ارتفاعات جماعيه، ولكن كان بيظهر خلال الجلسه من يعني كل من الطرفين كان في بائع ومشتري، وكان بيظل الاداء العرضي هو الاغلب على التداولات. وايضا لاحظنا ان نشاط واضح على قطاع العقارات في البورصه المصريه، وكان يليه قطاع الموارد الاساسيه ثم قطاع الاسمده. وكان في الثلث الأخير كان في تداولات بدأت تنشط وتشهد نشاط بيدفع بسهولة على المستويات المقاومة القريبة. نعم. خلينا نقول برضو المؤشر الرئيسي كان لديه مقاومة أولى كانت عند 31000 نقطة، يليه كان في ثبات، وبعدها كانت التجربة على الهاي للمؤشر الرئيسي. نعم. كيف تري يعني أحجام السيولة واتجاهات المتعاملين المصريين والعرب والأجانب؟ احنا خلينا نقول ان كان في ترقب عند مستوى للجي جي اكس 30 عند 29300، وكانت كانت بتدور حواليها، وكان طبعا فيه هناك كان ايقاف لمستوى الخسائر للمؤشر الرئيسي. بالنسبة للمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة كان بيشهد يعني نشاط بشكل تدريجي، كان بيخترق 7300، وكان بيكون عنده مقاومة عند 6900. كان بالنسبة خلينا نتكلم على كمان فئات المستثمرين العليا في التداول، ودوت كان واضح على أداء قيادات السوق. نعم. ما هي توقعاتك لأداء السوق خلال الفترة المقبلة؟ ممكن نقول من المتوقع أن نشوف بعض التهدئات بالجلسة نهاية الشهر الحالي. نعم. يعني بنصح بتأثير المراكز الشرائية وإعادة دوران السيولة مرة أخرى في الأسهم اللي بتساعد على الانطلاق خلال الفترة القادمة. نعم. الأستاذة ماجي سليم خبيرة أسواق المال، شكرا لك.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة أوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام، وسط مخاوف من تراجع محتمل في الإنتاج من ليبيا والشرق الأوسط من ناحية، ومخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود من ناحية أخرى. وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمية مزيج برنت بنحو 3% لتصل إلى 79 دولارا و80 سنتا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2% لتصل إلى 75 دولارا و70 سنتا للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار، ويترقب المستثمرون تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر. وهبط الذهب بنحو 0.7% ليصل إلى 2507 دولارا و64 سنتا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 1.2% إلى 29 دولارا و63 سنتا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 950.80 دولار. استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، وسط تركيز الأسواق على البحث عن مؤشرات لتقييم حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع الشهر المقبل. وتراجع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.32 دولارا، كما تراجع اليورو مقابل الدولار ب 0.24% إلى 1.115 دولار. وابتعد الين أكثر عن أعلى مستوى في 3 أسابيع، إذ انخفض 0.23% في أحدى التعاملات إلى 144.33 دولار. تراجعت العملات الرقمية الكبرى بيتكوين وإيثيريوم وسولانا موسعة الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال جلسات أمس بعد أن أثار نقل كبير للعملات الرقمية قلق للمتداولين. وانخفضت أسعار البيتكوين بنسبة 5.8% لتصل إلى 59,481 دولار. وشهدت الإيثيريوم العملة الرقمية الثانية عالميا انخفاضا بنسبة 8.6% لتصل إلى 2,464 دولار. بينما تغيرت أسعار سولانا وإكس آر بي وكرادون بين 4% و5%. وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من شهر بدفعة من أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور نتائج أعمال في وقت لاحق من اليوم. كما رفعت النتائج جاءت أفضل من المتوقع لمؤشر شركات التأمين، وارتفعت المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي. كما زاد مؤشر شركات التأمين 0.6%، وكان الرابح الأكبر بين قطاعات مدعوما بقفزة بلغت 6% في سهم شركة أجياس للتأمين. أغلق المؤشر النيكي مرتفعا اليوم الأربعاء بدعم ضعف الين، لكن المستثمرين تعاملوا بحذر قبل إعلان أرباح بعض الشركات في وقت لاحق من اليوم. وأنهى المؤشر النيكي تعاملات اليوم مرتفعا ب 22% عند 38371.76 نقطة، ليعكس المسار الهبوطي الذي سلكه في مستهل التعاملات مع استمرار تراجع الين مقابل الدولار على مدار الجلسة. فيما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%. انتهى برنامج مؤشر النيل، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.